مساكم الله بالخير لقاء جديد وحلقة جديدة مع برنامجكم الراي موعدكم اليومي عشر العشر كل مرة وموعدي معاكم مرة أسبوعيا ضيفنا اليوم آه نائب أحمد نبيل الفضل نائب ابن نائب مثير للجدل وأبو مثير للجدل آه في عناصر مشتركة كثيرة بينهم في عناصر متناقضة يمكن ربما نكتشفها. هيكون ضيف مميز ان شاء الله ونتمنى صدره يتسع لبعض الاسئله اللي ممكن ما تكون مريحه احيانا. قبل ما ندخل مع ضيفنا ودعنا قبل ايام الرئيس الامريكي جورج بوش، جورج بوش الاب. هذا الرجل كان له دور كبير في تحرير دوله الكويت من براثن الغزو العراقي. كان له دور كبير في تزويدنا بالروح المعنويه والطاقه والقدره على التحمل. احنا من الجيل اللي عاصر الغزو، مع الاسف الكثير من ابناء الجيل الحالي ما عاصروا الغزو وما يعرفون اللي صار فيه ويمكن اهاليهم كنوع يعني من التسامح وعدم حب توريث الاحقاد ما ما زرعوا في عقولهم الكثير مما جرى فهذا يعني ادى بالضروره من الجانب الاخر ان في كثير من الناس ما يعرفون اهميه بعض الاشخاص والادوار اللي ادوها في سبيل الحفاظ على دولتنا الكويت واستعادتها من الغزو ورفع الروح المعنويه لاهاليها اللي قبعوا تحت غزو غريب عجيب يعني ما يصير في العهد ال او العصر الحديث اللي احنا نعيشه. طبعا مثل ما نذكر جورج بوش بالتاكيد نذكر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله والشيخ زايد رحمه الله والشيخ عيسى رحمه الله والشيخ خليفه رحمه الله والسلطان قابوس الله يطول عمره ويعطيه الصحه والعافيه ويتم شفاه ان شاء الله. ايضا في اشخاص اخرين تاتشر شوارزكوف جيمس بيكر حسني مبارك الكثير من الكويتيين كانوا يحبونه يعني بغض النظر عن النهايه اللي قال اليها وضعه، لكن في وقت الغزو هم كان له دور مميز وكان له خطابات وكان له اراء وكان له مواقف مشهوده في جامعه الدول العربيه ساعدت المنظومه الدوليه على اتخاذ قرارها باريحيه. ومن باب التقدير نلاحظ إن صاحب السمو امير البلاد الله يحفظه ويطول عمره حرص على ابتعاث مبعوث خاص يمثل صاحب السمو في تشييع الرئيس الراحل جورج بوش تقديرا لمكانته وتقديرا للاعمال اللي اداها لهذا البلد وتقديرا لمحبه الناس لهذا الرجل اللي ودعهم بعد ما ودعتهم زوجته قبل شهور قليله. تذكر المحسنين من حسن الخلق والتنكر للمحسنين من سوء الخلق، واحنا ككويتيين المفروض عندنا من حسن الخلق ما يكفي ان ننزل الناس منازلهم ونتذكر ما قدموه لنا. يحضرني ايضا في بعض الدول أساءوا لنا في بعض الرؤساء أساءوا لنا في بعض الشعوب أساءوا لنا في كلمات قيلت كانت تقطر حقد وغل على الكويت ما في داعي نستحضرها باستمرار لاجترار الأحقاد أو الكراهية ما احنا من دعاة الكراهية لكن من دعاة التعلم من الأخطاء من دعاه ان احنا نفهم شنو اللي سويناه غلط مع الغير واللي خلى الغير يقلب علينا او ما يتعامل ويانا كما يجب او يعتبرنا لقمه سائغه او يعتبرنا بالجيب وقت اللي يبي يرضينا ووقت اللي ما يبي ما يرضينا. في غمره وداع الرئيس الامريكي وجدت بدال ما الناس يعني تغرق في استذكاره واستذكار ادواره ومناقبه لقيت الناس غارقه في جدليه جواز الترحم عليه من عدم جوازه اعتباره كافر مات ما يجوز نترحم عليه واللي يقول لك من مات على غير الاسلام ما ترحم عليه والامر اشغلني حقيقه وبحثت بحثت حتى وجدت راي للشيخ خالد المذكور قال في لقاء تلفزيوني برنامج اليوم السابع مع الاخ الزميل احمد الفهد قبل سنوات كان بمناسبة اخرى يعني وفاه ستيف جوبز او, أو اعتقد كذي اذا الفيديو مع الشيخ خالد المذكور جاهز يا ليت نشوفه مع بعض من جهده ووقته وما الى ذلك ولا في النار هذا عند هذا امر عند الله سبحانه وتعالى. م. لا لا يعلم هو في النار او في الجنه زي. هذا هذا يعني يختص به الله سبحانه وتعالى. لا نقول بس نقول انه اعطى نعطيه حقا موضوعيه. مساله الرحمه نترحم عليه والله يرحمه هذا جائز. لا شيء فيه انا عندي هذا هذا راي وقد يخالفني غيري في هذا الامر يعني رجل قد يكون يعني كافر وقد يكون كذا لكن انا رأي ان ما اعطاه من البشريه وما اعطاه من يعني تقنيه وما اعطاه من حرفه جيده نفعت الناس اقول يجوز يجوز في هذا مسألة الحكم على ان هذا في الجنه وهذا في النار او يعني هذا امر يعني غيبي صحيح يعني في القران يعني هؤلاء الذين امنوا بالله سبحانه وتعالى ويعني ولذلك سماهم القران اهل كتاب اهل كتاب واهل الكتاب لهم احكام تختلف عن احكام يعني غيرهم استمعنا مع بعض إذا إلى هذا المقطع الهام للشيخ خالد المذكور، طبعا هذا المقطع ما قيل بمناسبة وفاة جورج بوش، هذا قيل في مناسبة أخرى وفي سؤال آخر مثل ما نوهنا قبل قليل، لكن يبيح الترحم على من قدم خدمة أفاد بها الناس، ونحن إن شاء الله يعني نأمل أن يكون جورج بوش قدم. خدمه للناس قدم لنا خدمه على الاقل اما فيما يخص الحكم بدخول الجنه ودخول النار هذا طبعا بيد رب العالمين ما حد يقدر يخوض فيه لا انا ولا غيري مهما بلغ علم الناس ما حد يجزم ان هذا من اهل النار او هذا من اهل الجنه هذا امر بإيد رب العالمين امر اخر يزعجني ان مثل ما تلقى متحفزين لتسويق فكره ان هذا في النار وجورج بوش في النار ولا يجوز الترحم عليه، تلقى بنفس الوقت ناس شغوفين بالترحم على النافق صدام حسين. انا بالنسبه لي صدام حسين رجل اذانه وبالنسبه لي كان كفره معلن. يعني هو ينتمي إلى عقيدة تقول والعياذ بالله آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني فمن يحمل مثل هذا الفكر أنا ما أقدر أصنفه في خانة جيدة وأمر إلى الله بالنهاية مثل ما قلنا عن بوش أمر إلى الله عن صدام أمر إلى الله لكن أنا أعتقد أن, إن من المعيب حقا في حق بعض الأخوة أنهم يكونون شغوفين بالترحم على شخص يدين بمثل هذا الفكر اما المظاهر اللي طلعت في الفتره الاخيره يعني نرجح ونعتقد انها ما كانت تنم عن ايمان حقيقي بقدر ما كانت تنم عن محاولات تخلص من المازق ولا ولا تاليتها يعني يكتب القران بدمه يعني اصلا اذا 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 دم على ثوبك وزاد شوي يمكن ما تقدر تصلي فيه يعتبر نجس تكتب القرآن بدم بس ناس في ما يعشقون مذاهب وفي ناس مخهم ما أدري شنو يعشقون هذا النوع من الفكر عموما خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد قليل مع مقطع صغير واتصال هاتفي معانا اتصال من شخص عزيز جدا على قلبي وعزيز جدا على قلب كل من يعرفه عن قرب أه الكابتن حسام عبد اللطيف الشملان أه هذا هو الكابتن طيار اللي اقل الرئيس الراحل جورج بوش الاب ويابه الى الكويت ورده اعتقد الى الولايات المتحده أه الكابتن حسام الشملان معانا على الخط <applause> مساء الخير بخالد معك مساء الخير كابتن شلونك؟ تمام الحمد لله الله يخليك يعطيك الف الله يعافيك اسفين اذا ازعجناك بعطلتك انت حاليا في دير الحرف بلبنان واجواءكم شتويه جميله وامطار ها؟ صحيح الجو لكن طول اليوم مع التلفزيون الامريكي اتابع مراسيم اللي في الكاتدرائيه القوميه الرياضيه. ايه انزين كابتن اعتقد انت كنت قائد الطائره اللي اقلت الرئيس الراحل الى الكويت بعد ما خسر انتخابات الرئاسه في دورتها الثانيه صح؟ الصوت فيه مشكلة ها؟ إذا نزلت فيها الاير فورس 1 أنت ما جسمانا إلى واشنطن. تبي نو اوكي كابتن عندنا مشاكل في الصوت يمكن نضطر نفصل الاتصال شوي ويردون يعيدون الاتصال آه على ما نرجع على ما نرجع الى الكابتن حسام الشملان مره ثانيه طرت علي سالفه يمكن سنه 97 او 98 أه سنحت لي فرصه وانا شاب صغير أه لمقابله الرئيس المصري انذاك حسني مبارك. أه كان لقاء صحفي وكنت بمعيه الاستاذ جاسم المطوع رحمه الله عليه في لقاء صحفي مع الرئيس حسني مبارك. أه كان لقاء ودي جدا وأجواء جميلة والرجل كان حبيب ومتحدث وكان مفروض مخصص لنا أربعين دقيقة لكن الرجل قعدنا ساعتين وأربعين دقيقة أو ساعتين وخمسين دقيقة أذكر كل ما نغادر قال لنا اشربوا حاجة اقعدوا اطلب شاي اطلب قهوة بطبيعته اللطيفة يعني في التعامل أنا ذاك وقت ما خلصنا لقاءنا يعني قلت له الرئيس انا يعني اسمع كثيرا عن نظريات المؤامره وان ربما الامريكان وزوا صدام ولا ما وزوه هل عندك معلومه دقيقه عن هذا الموضوع؟ قلت يعني ربما لن اجد من هو افضل منك اساله هذا السؤال يعني وين القى رئيس دوله عربيه من اكبر الدول العربيه وفي ذلك الوقت بكل نشاطه الاقليمي الخارجي وال والدولي فطالعني كذي بطريقته وابتسم قال لي شوف يا ابني الامريكان دول ولاد نقط نقط وممكن يعملوا اي حاجه فيها مصلحتهم لكن الرجل لم يجزم بوجود مؤامره ولم يجزم بعدم وجود مؤامره وانا اعرف ان موضوع المؤامره يتردد كثيرا لكن في النهاية هم اوقع الملامة على من يستجيب للمؤامرة اذا وجدت اصلا يعني لو فرضنا جدلا اكو مؤامرة اللي استجاب لها لما يكون جار شقيق عربي مسلم ويستجيب لمثل هالمؤامرة هو المخطئ الاكبر خلونا نرجع للكنترول جاهز الكابتن ها يا اخي آه الو الو يا هلا كابتن اهلا وسهلا مساء الخير ابو خالد مرة الحين نسمع صوتك بشكل اوضح وافضل انا مساء كنت يلا اسمع الصوت تعرف احنا دول عربية والخدمات آه كلها دائما صحيح. في افضل حال عندنا وعندكم خير الصح والجبل صعبه الاتصالات يعني هم ما يلومهم الواحد صعب نصب الأريالات وكذا في مناطق جبليه صعبه الواقع انزل آه كابتن انا يعني اعرف ان انت اقليت الرئيس الراحل جورج بوش بالطائره وكانت زوجته معه ويبتهم الكويت صحيح. وبعدين عدت فيهم الى الولايات المتحده ربما يا ليت تحكي لنا صحيح. عن هذه التجربه طيب احنا احنا رحنا الى الينجتون اير فورس بيس هذه قاعده جويه امريكيه لسلاح الجو وقريبه من بيت الرئيس في مدينه هيوستن في تكساس. اول ما دخل علينا الطياره من يعني من شده الطوابع دخل الى غرفه القياده سلم علي قال أه. لي انا جورج بوش. يعني يعرف بنفسه ما إيه. لا بريشر وتعرف على باقي الطاقم انا كان معي احنا طاقمين دائما طياره صاحب السمو كنا في الجابريه طياره نعم. صاحب السمو هذه صوره الطاقم نعم. الكامل نعم طاقم نعم وكان كان معي الكابتن محمد السرحان وكان معانا المهندس عبد العزيز المسلم آه فلايت انجينير وعدنان الفلاح فلايت انجينير اخر ومساعدين اثنين معنا آه فكان طاقمين على الطياره سلم علينا كلنا وبدينا الاقلاع بالجابيه على ارتفاع حوالي ألف قدم آه انا واجهت صعوبات بدات تهتز الطائره بشده آه. آه ايه ويا يركض مضيف قال لي ان الجناح قاعد يتكسر اوه فأنا الـ الـ شنو نوع ايه الطياره كان كابتن؟ جامبو جامبو جابرية جامبو والجناح قاعد يتكسر وشابرية. وانت شايل هذا الج... جورج بوش هذا اللي قال ال... ال... نعم نعم أه وصرنا كأن دخلنا تربلنس شديد جدا وعنيف أيه. فانا خففت سرعتي على طول التفت لابو سعود عبد العزيز المسلم أه سالته عن الابواب هل الابواب تسكرها اللي خطر ببالي اول شيء أنه قنبله <applause> فكرت أن في ايه قنبله انفجرت في الطياره قال لي يعني كل الابواب مسكره والضغط متماسك معناها ما في ما في قنبله اني واي على عليها خففت سرعتها وبديت انزل فيها لان طبعا ما تقدر تخفف سرعه الطائره الا اذا تنزل على ارتفاعات دنيا نعم. الارتفاعات العاليه لازم تحافظ على سرعه اعلى وانا بهالنوع من الاضطراب والتربلنس كان افضل لي انزل تحت نزلت الى حوالي 24 بدات بديت اقدر اسيطر عليها وبديت افكر اني انزل في اقرب مطار أه تحتنا كان الكزازا مطار اسكندريه في ولايه لويزيانا أه بعد شويه لما سيطرنا على الطائره السيطره تامه كان ممكن اني ارجع بس بدل ما ارجع الى الينغتون الينغتون مطار عسكري ومحدود الامكانيات نعم. أه انا عارف انه كان في أه حوالي ست سيارات اطفاء وكذا أفضل لي كان أنزل للمطار الدولي، مطار هيوستن الدولي اللي باي الحين سمي مطار جورج بوش الدولي. اه حمل اسم المطار، في... نفس المطار اللي نزلت فيه والطيارة, والطيارة مصابة في الجناح. بالنهاية اكتشفنا أن فقدنا تسع أقدام في ثلاث أقدام من جناح الطائرة. تسع آه... أقدام في ثلاث تسع أقدام في ثلاث أقدام. يعني أبقى. ثلاثة متر في متر صار عندك فجوة بالجناح صحيح. فجوة تقدر تشوف حتى أخذت الرئيس وطلينا عليها طلينا هذا بعد الهبوط عبر الجناح بعد الهبوط يس بعد الهبوط بس أنا رحت له بعد ما سيطرت على الطيارة أعطيتها لزميلي الكابتن سرحان يكمل طيران فيها شوية إلى أنا أروح أشوف أعطي بريفنج أعطي إيجاز للرئيس نعم. كان مرتاح تماما يعني هادئ جدا وخبرته شو اللي صار ورحنا قال لي خلنا ننزل نخبر والله قصه دول. مثيره جدا هذه نعم, نعم. وعدتوا نعم. الى الولايات المتحده بعد فتره الطيران ايش كثر كابتن؟ كنا طرنا حوالي ساعه يعني احنا كنا نص ساعه و آه. والعوده حوالي ساعه فاخذت منا حوالي ساعه توتال تايم من أوكي. من, من القاعده الجويه الى ان صار الحادث الى ان رجعنا الى مطار هيوستن الدولي. وبعدين آه شو اللي صار؟ رديته وطرتها وشلون لا بعدين احنا آه ما نقدر الطياره طبعا خرابها نعم ف له ترتيب ان طائره كونكورد آه فرنسيه ياتي آه من نيويورك نعم تاخذه الى باريس والى الكويت بحيث انه يوصل الكويت في نفس الوقت آه عشان يلتزم الطارق. بالموعد. اي بالضبط بالضبط نعم وخبرته كبرت عن اللي صار فقال لي هل معناه ان انتم الطاقم الكويتي ما راح تطيرون معاي قلت له لا اه الفرنسيين قال انا افضل اطير معاكم قلت له بس اه فحمد الرئيس راح اضطر راح اضطر تنتظر قال لي انتظر ويظن لنا طياره ثانيه يوم ثاني ورجعنا فيها ما رحنا واشنطن احنا زين ما, ما فقد ثقته فيكم في يعني لا بالعكس بالعكس تماما قال انا افضل اني اطير معاك اذا انت ما راح تطيرني بالكونكورد افضل انطر واطير معك. انا اعتقد كان عنده بعد معلومات عن الكونكورد وهو طيار بالاصل صح هو هو قال لي بعد الحادث قال لي انا ترى انا اصغر طيار في سلاح البحريه الامريكي هو صحيح صحيح عدل واسقط وانقذت غواصه أيه؟ فقال لا, لا كان ثقته كبيره والحمد لله حتى لما رجعنا الكويت وخالد يعني اتصال من الديوان الاميري قال ان الرئيس بوش داعيك انت وعائلتك تزورونا في في قصر الضيافه ورحنا له وقال لزوجتي يور هازبند سيف ماي لايف زوجتي انقذ حياتي فلا الثقه موجوده المدام موجوده حاليا ها نعم تحياتنا <applause> لها تحياتنا لها الله يخليك الله يحفظك ابو خالد وكان رجل متواضع رجل دم خفيف يعني في كثير من ورحلة العودة أنت ولا رديته بعدين كابتن ولا نعم نعم نفس الطاقم نفس الطاقم أنا اللي رديته وحتى نفس من الكويت طلع من الكويت يقول لي ودي فوق الكويت يعني بحيث أني أشوف المدينة آه فقلت له قلت له الرئيس ما أقدر لأسباب أمنية إحنا كانوا محذرين لأن بعد ما جرت المحاولة اللي في الجامعه اللي حطوا كانوا بيحطوا سياره مفخخه صح صح, صح كان في محاولات استهدافه يعني. فرجال الامن في الكويت قالوا لي لا تطير فوق الكويت يعني لف بسرعه واطلع اي فاعتبرت منه لكن انسان متواضع منتهى التواضع منتهى الذكاء وسرعه البديهه انسان عجيب إذا ذاكرتي تسعفني زوجته باربرا كان لها تعليق. إيه <applause> عدة تعليقات بس بس أقول لك عن القهوة إحنا أنا واقف أكلمهم وهو هي الصبح أي. كان لما طلع الدار إحنا كنا رحنا من م نزلنا في أيرلندا تزودنا بالوقود ومن أيرلندا إلى الكويت في أه. رحلة رحلتنا من أيرلندا إلى الكويت كان وقت الريوق فيات المضيفة تس تسألهم فقال له وانا ابي بس قهوه فانا استاذنت منه على طول قلت للمضيفه انا بسوي له القهوه سويت القهوه وهو رايح راجع ورا شافني في الجالي قال لي شو تسوي؟ قلت له قاعد اسوي لك قهوه وديت له القهوه فبعد بعد شويه باربرا تقول لي ياني من هناك البريزدنت جورج مو البريزدنت جورج وقال لي ان ذا كابتن هيم قاعد از ميكينج ماي كوفي الكابتن نفسه قاعد يسوي لي قهوه تقول هو فرحان وايد انا كله اسوي له قهوه ما يفرح كذي <applause> فهم اثنينهم يعني كابل ممتازين نعمه الله على الكويت افتكر جورج بوش والله الحمد لله يعني وجوده بتلك المرحله كان عامل مساهم وجود تاتشر وجود اشخاص مثل الملك فهد الله يرحمه والشيخ زايد وكل قاده مجلس التعاون الخليجي في ذلك الوقت. أه الحمد لله الله يحفظهم. هم نترحم كله. على الكابتن محمد السرحان اللي كان معاكم في نفس الرحله عدل؟ نعم نعم أه يمكن توفى أتو قبل, أتو قبل أتو يوم او يومين من وفاه جورج بوش ايضا. صحيح صحيح ودفن يوم وفاه جورج بوش اه لان لأ لأ الامارات على ما الكويت دفن نفس اليوم اللي توفى جورج بوش يعني ندعو يعني. له بالرحمه الله والمغفره بيك. وندعو لك كابتن آمين. بطول العمر والهناء والسعاده ان شاء الله, الله ونلتقي الله بعد الله عودتك الى الكويت في اقرب بإذن فرصه باذن الله باذن الله وشكرا جزيلا وشاكر لك شاكر جداً. لك كابتن على هذه المداخلة القيمة الله يحفظك الله شكرا قصص جميلة وتواضع جميل وذكريات المفروض ما ننساها خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع مع ضيفنا النائب أحمد الفضل مساكم الله بالخير من جديد ونحيي ونرحب بنائبنا ونائب دائرتنا احمد نبيل الفضل يا هلا ومرحبا فيك رمال. مخالد خالد يا هلا ومرحبا فيك شلونك ابو نبيل؟ مشاهدين رأيه. الحمد لله زين الامور زينه الحمد لله متى بنشوف نبيل؟ ان شاء الله أنا مواتت الظروف ها؟ الان الظروف غير مواتيه يعني الحين لا لا متزوج اربع لجان ومكتب مجلس وعمل في البرلمان أكرس كل وقتي و... له لا... و... لانه حقيقه ما حصل لي انا مختلف عن ما حصل حق اغلب اعضاء مجلس الامه. الثقه اللي نلتها عن طريق ناس ما اعرفهم ولا يعرفوني ولا يبوني حتى اعرفهم تخلي الحمل اكبر عليك، وبالتالي عملي كله في مجلس الامه ويا دوب الحق الواجبات الاجتماعيه من عزيات ومن من عروس واتمنى الاخوان اللي ما قدرت احضر يعلمون ان انا مشغول في امور مو خاصة أمور عامة أمور تقص يعني الشأن العام ودائما أتمنى منهم أن يعذروني بهالمجال فأنا بهالسنتين اللي فاتت أبو خالد أنا ما سافرت يعني لا طلعت لا رحلات برلمانية ولا رحت أي مكان بالصيف أنا موجود أكبر عطلة خدتها كان 18 يوم من اصل 4 أربعة أشهر و16 يوم خدت 16 يوم بعد مو 18 يوم <applause> وأربعة اشهر قاعد بالكويت هذه سواء انها الصيفيه اللي طافت ولا اللي غيرها مكرس كل وقتي وكل اهتمامي ما اكل واشرب مجلس الامه اريد ان يعني اوري العالم هل اعطتني الثقه انه يعني على الاقل لو جزء كبير من ثقتها موجود ويعني في محله فما العمل كله كله بمجلس الامه وكله شغل مجلس الامه وبالتالي الذهن حاضر في اي سؤال لك ما يخص مجلس الامه لا تسالني عن سؤال برا معك لا تضيعني معك كافي هذا احنا بس لأن الشيء بالشيء يذكر قلنا ابو نبيل فتذكرنا الله يرحمه كنا نحكي عن الرئيس جورج بوش الله يرحمه تبي تستذكره بشيء انا استذكرت حقيقه اليوم حصلت لي فرصه اني اكون على الفوديوم وترحمت عليه وتذكرت معاثره واياديه البيضاء وكيف كانت العلاقات الكويتيه الامريكيه متينه ثم زادت متانه بعد وقفه المشرفه للحق الكويتي المهدر في ذاك الوقت بظل تخاذل بعض البلدان العربيه اذكرها وانا يعني اذكر هذه المواقف واذكر وانا عمري 13 أو 14 سنه في ذاك الوقت اذكر تلك المواقف اكثر مما اذكر بعض المواقف اللي مرت من سنوات اخرى. صحيح. اللي ما حدث لنا في ايام الغزو خاصه الجزء اللي ما اعرف عن شعور الاخوه اللي خرجوا برا الكويت لكن من هم داخل الكويت وقعدوا بالكويت كل يوم تذكره في تفاصيله صح, صح 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 فأمور محفوره في القلب وفي الذاكره وفري و كويت والعلم الكويتي والأمريكي الامريكي لامين بعض هذه ما تنسي من الذاكره يعني. ايه لكن في ناس دائمًا ينتهزون الفرص لدق أسافين أو لتفتيت أو لكهربة الأجواء ما أدري إيش تعتقد مصير العلاقات الكويتية الأمريكية بالفترة القادمة هل ممكن ظل إيجابية ولا في ظل القيادة الأمريكية الحالية ممكن يصير فيه خلل؟ الآن القيادة الأمريكية الحالية نعلم ما عليها من مثالب يعني إحنا يمكن اللي نحفظ للقياده الأمريكية الحالية من يعني فائده عادت على الكويت او عادت على المنطقه كلها هي ضد الربيع العربي وضد الجماعات الفاعله في الربيع العربي وهذا شيء يعني حجم من استمرارهم في فكرتهم في الانقضاض على الانظمه وغيره ما في شك لكن من بعد ذلك اعتقد ان الاداره فيها يعني علامات استفهام حتى من المجتمع السياسي الامريكي والقوى الفاعله في امريكا يعني حتى من صحيح الحزبه حزب الرئيس نفسه هناك يعاني من مشاكل يعاني من مشاكل في ادارته داخل وبرا داخل وبرا يعني فنتمنى الخير نسمع دائما عن تحذيرات صاحب السمو للمجلس بضروره الانتباه للوضع الاقليمي الوضع الاقليمي وتفجر الوضع الاقليمي في ما في هل هل امريكا جزء من مشكله هذا الوضع الاقليمي المتفجر ولا جزء من الحل قد على حسب الاداره وعلى حسب التوجه يوم من الايام الاداره الامريكيه كلها كانت الجزء الاساسي من المشكله ابان الربيع العربي تكلم من 2012 م. اداره اوباما بقياده هيلاري كلينتون او بقياده وزيره الخارجيه ذكرني باسمها سمره وهي عرابه في الشرق الاوسط الجديد وكانت ضد مصالح الدول كلها ومثل ما قلت لك هذه الاداره ينقسم فيها الراي في بدايتها كانت زينه لنا نعم. هو الان يعني ما اعتقد يسيرون بالطريق اللي فيه صالح المنطقه بشكل بشكل كامل ما يحذر منه سمو الامير كان يعني واضح هي القلق اللي تمر فيها المنطقه وكل الدول اللي حوالينا والمشاكل اللي اللي حاصله امنيا واستراتيجيا في هذه الدول وخطر انعكاسها علينا خاصه اذا ما كنت انت في بؤره متوتره وكنت انت المنفذ للراي الحر الوحيد ستجند عندك اقلام ستجند عندك هذه مهمة, مهمه جدا وبالتالي لا نريد ان نكون احنا ساحه لان كل من من, من الدول ساحه صراعات اخرى يعني نعم واللي ما يقدرون يقولونه عندهم يقولون من خلالنا م نريد ان نبقي على الكويت بدورها كحمامه سلام كما اراد لها كل امرائها السابقين وطبعا ما في شك امير الانسانيه الحالي يريد ان يبقي هذه هذا التوازن وهذا امر صعب اذا ما ساعدنا احنا كاعضاء في مجلس الامه ودفعنا نحو التازيم وما راح نكون فاعلين في هذه الازمه او محاوله تلطيف الاجواء او حل المشاكل اذا كنت تعاني انت من حرايج في بيتك ما تقدر تروح تطفي حرايج الناس الاخرين وهذا اللي ما فتات هذه الفئات المعترضه ولا اسميها معارضه لان لا ترقى لان تكون معارضه. هذه الفئات المعترضه ما فتات على مدى هذه الفتره السابقه الا انها تؤزم وتؤزم ولا تنصاع لكل الطلبات الوديه اللي يطلبها سمو الامير بوديه وبابويه للنواب بانهم يؤجلون ولا ينهون المشكله او ما هم معترضين عليه انما يؤجلونها حتى هذه لم يوافقون عليها. فأنا أعتقد في بعلم أو من غير علم كانوا ظالعين فيما مرت فيه الكويت من أزمات لذلك اليوم الخطابات الأميرية مختلفة عن السابق كانت فيها تورية كانت فيها إشارات أما الآن الوضوح لا حاليا صحيح الوضوح الخطابات الأميرية واللي ما فهمت نعم على الجرح أبداً مباشرة أبدا خاصة الآن الـ 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 الخطاب الأخير وما تلاه من اجتماع خاص مع النواب نعم وكأن سمو الأمير وهكذا في ظني ازعم انه كان يقصد انه يب ما فهم كلامي تعال اكلمكم كويتي في جلسه خاصه بيني وبين النواب اي وأوصل بي بي من إلى فما عاد في عذر الان بعد كل ذلك وكان مطلب سمو الامير شنو؟ مطلب سمو الامير انه ينتزع منك كنائب يعني سلطتك الرقابيه ابدا حاشا لله مو هذا ما هذا إنما يقول ابتعدوا عن الاستجوابات العبثية التي تقدم لرئيس مجلس الوزراء وكلمة واحدة سواء سمو الأمير في جلساتنا اللي تكون الاجتماعات مكتب المجلس أو الزيارات الخاصة له كلمة واحدة عندك مشكلة مع وزير جيب اللي ثبت عليه هذه كلمة دائما ثبت عليه خطأه أي يقصد بالمستند والدليل وهذا اللي بيني وبين الوزير أنا وهو هذا المفروض اساس العمل هذا يعني إيه اساس العمل المحاسبه مو قايمه على المزاجيه اذا سمو الامير لا يرفض انك انت تستجوب وزير او تطرح الثقه فيه او تاخذ موقف متشدد منه م. ما عمرها كان ما عمره كان الرساله ما كانت بمعنى لا تستجوب لا تحاسب إيه إبطال لا تراقب المجلس وخلع عن شكلي لا ابدا بل التوقف عن استجوابات رئيس الوزراء بشكل عبثي اما استجوابات الوزراء متاحه استجواب رئيس الوزراء لقضية مستحقه متاح ايضا متاح, متاح لكن اللي نشعر ان فيها عبثيه او تقصد او تنفيذ اجندات هذا يمكن هو المقصود واضح نعم الكلام واضح ثم سلوك بعض الاخوه الله يهداهم الله من النواب ان بعد ما سمعوا هذا الكلام الواضح الجليل البين يقومون بتقديم استجواب من يعني معالمه الاساسيه تشير الى ان هناك مسؤوليه للوزير المختص واضحه يعني يعني في في وزير مختص معني فتقديمه في هذا الوقت خاصة بعد يعني بعد كلمة سمو الأمير بأربع خمسة أيام لحدث عرضي تعرضت للكويت سنوات سابقة لم يستجوب فيها رئيس الوزراء عموما يعني الآن الموضوع بالنهاية أنا أراه من ناحية سياسية ومن ناحية مؤامرة سياسية خاطئ إنما إنما لحق طالما لطالما كان الاستجواب دستوري حتى وان كان تشوب شبهه العبثيه بس اذا كان دستوري ما نملك اذا كان دستوري ما تملك الا ان تقول دستوري والان سمو رئيس مجلس الوزراء اما ان يقف ويفند هذا الاستجواب او انه هو يعني امام هو اللجنه التشريعيه احنا الان منظور امام اللجنه التشريعيه بعد ما اعلن في راي لا هو ما راح يعني راح نجمع كل الاراء لان لا ويعرض على المجلس والمجلس يقرر احنا راح نسوي اللي ما سواه الاخوان في دور الانعقاد اللي فات في اللجنه التشريعيه لما قلنا لهم ادخلوا جميع الاراء فيما يخص خلو المقاعد وخلوا المجلس يصوت براحته قول هناك هذا الراي وهذا الراي واذا في راي ثالث بس هل هذا يتوافق مع دور اللجنه التشريعيه كتشريعيه نعم نعم, نعم مو المفروض هي ترجح الصواب اذا تريد يعني تصوت كل صوت طرف قانوني يرجح الصواب ما اختلفنا تريد ان تصوت اذا كانت هناك قضيه واحده فقط مروحه اما اذا كانت هناك عده اراء اطرح الاراء كما هي اذا هي اراء قانونيه آر... معتبره نعم لكن لا تخفي راي وتصوت على راي واحد تقول هذا ما خرجت خلصت اليه اللجنه التشريعيه هذا خاطئ يعني اكثر من راي ما هي مساله واحده مم. فاحنا راح نورد كل الاراء وراح نمشي بـ بـ بشكل موضوعي ما يتدخل في ارائنا السياسيه لسبب بسيط ترى يعني مو لان احنا وايد يعني المستجوب شلون؟ لا نريد ان نكون احنا في طرف او في مكان بعض الاخوه الذين قرعوا في قاعه عبد الله السالم لاختلاف مواقفهم. مم او لسماعهم وجهه نظر دستوريه واضحه وجليه ثم راحوا عكسها. ما نبي نكون بنفس الموقف. ثم ما بالي اليوم انا وانا ارفض استجواب دستوري واضحه دستوريته ثم ياتيني استجواب اخر لا يوجد فيه شائبه، شنو وضعي؟ لا <applause> لا نبي نحط نفسه بهذه المواقف خلاص دستوري دستوري ما هو دستوري بنقول ما هو دستوري الان كونه دستوري ولا عدم دستوري لا ينفي رئيس سياسي في موعد تقديمه وهم هذه امر اخر اعتبارات لازم تؤخذ بعين ما لها علاقه كون معك قضيه محقه اذا وضعتها في الوقت غير الملائم قد تحرق القضيه المحقه احيانا تفسدها تفسد القضيه احيانا تكون المحقة. مقصوده يعني وهذه ما صارت ترى يكون في استجواب خطر يعد يجيك استجواب مستعجل يقدم قبله عشان هذا يبطل هذا أبداً. يعني قاعدة تصير وهذه اللي تصير بشكل بشكل مستمر. شوف الآن الدعوات خوضك في العمل السياسي خلاك تحبه أكثر ولا تؤمن أن السياسة قذرة أكثر قذرة عرفتها قبل الله أدخلها أنا ملازم للوالد وأنت تعلم يعني فتره هذه الأخيرة وأعلم مدى قدارتها ومدى حب الناس لهذا الكرسي مستعدين يسوون اللي يسوونه ويقطعون علاقات قديمة ومتينة و... حتى بس فقط يحاولون تأثير على, على أصوات النائب بتخطيطهم هذا شوف الآن شغال شغال بالساحة السياسية من, من مراقبين ومحللين شغال ليس الهدف من وراها هو النقد لما قدم من اقتراحات أو مجهود برلماني م. لا الهدف هو تشويه صورة ناس معينين لأن هناك أطراف مجهزة نفس الانتخابات بجو غير صحي جو مو صحي وانت يعني خاصه أنا واكثر من يعني مجموعه من النواب اللي ما نطلع الا بالليل من المجلس عمل مضني ومرهق بينما الاغلبيه تعرف انت من النواب حتى حضور للجان ماكو ويسافرون السفرات ينطر السفره البرلمانيه يحبل لها حبال ويروح بعد ذلك ارى هذا اللي قاعد يسافر وقزر طول دور العقاد برا الكويت ماكو عليه ولا كلمه وهنا اللي قاعد نكرف وين اخطانا اخطانا نعمل مدرس كان يدرسنا جغرافيا يقول من لا يعمل لا يخطئ بس اول ما جاوبه واحد غلط صكك صك على شفت شلون المفروض انه ما يجاوب عربي ماكو فايده ماكو فايده نطلع فاصل ونرجع للمحور القادم ان شاء الله ابو نبيل ادري مليت من هالسؤال وسئلت فيه وايد بس انت في جلباب ابيك ولا مو في جلباب ابيك تقلد ابوك ولا ما تقلده انا عندي انا اللي يسالني عندي وجهه نظر لاني جاوب انت شايفك من زين جاوب انت <applause> الله, يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كنت دائما اقول له يعني اعتقد ان براك ربه براك زين <applause> خوش بدايه مو خوش انطلاقه زين <applause> <applause> <سيدي> واحمد تربيتك كنت <applause> دائما انا عندي وجهه نظر اذكرك وانت طالب جامعه أيه؟ كنت نجري ومزعج ولغوي و... 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 وكثير حركه انا عارف يعني ان هذه طبيعتك وشايفها من سنين آه لكن في ناس يعتقدون انك تمارس التقليد التقليد ياخذ وقته وينتهي يعني بس نحول منها بما اني انا اللي جاوبت <صفيق> زين ورثت عن المرحوم محبه ومكانه ورثت عن المرحوم عداوات ومشاكل صح وقضايا زين آه. قضايا <صفيق> <صفيق> <زيني صفيق> وايد <صفيق> قضايا ما زلنا ندفع ثمنها الى الان في المحاكم كلها كانت يعني على الوالد وكلها من نواب المعارضه اللي يدافعون عن الحريات وطبعاً. آه طبعا كنت انتم يعتمد على سقف البرنامج عندكم يعني بس انا يعني لا تدخلنا لا مشاكل ما دخلكم قضايا بس تقدر تحط الرمزيه و... من البراك قضايا الى الان تونا دافعين احنا فلوس قضايا مو علينا قضايا على الوالد تحول الى الورثه، قضايا إيه وليد الطبطبائي، إيه قضايا القضايا على المتوفي تحول الى الورثه؟ فوجئنا حقيقه. شلون؟ يعني الحين واصلين مبلغ وقدره يعني ماني مخرع الناس لانها من عده جهات وما زالت في قضايا على الان ما حكم فيها وهذه قضايا ترجع ل 2011 ترجع ل 2012 بس ما في انصاف هذا الموضوع، هو تشريع قانوني ولا في مشكله في في انا سالت وقيل لي انه يجوز للقاضي انه يحولها على الورثه، فلما سالت اصل العقوبه ما هي؟ اذا كانت الموضوع عباره عن اهدار كرامه فالكرامه لا يوجد لها ثمن وفعلا في منطوق الاحكام لا وبعدين اهدار كرامه انت يعني المعاقب أه الشخص اللي اهدر كرامه الاخر هذا احتجاج بس لا تزر وازره وزراء اخرى يعني هذا لا يعني انا انا مثلا اخوي ولا ولدي ولا يشتم واحد انا ادفع الثمن ايش حقه شلون؟ مو هذا هو احتجاجنا يعني احنا شو نقول؟ احنا نقول بنص الحكم ان هذه العقوبه لا تفي المهدر كرامته حقها فكرامه الانسان لا يوجد لها حق انما هي عقوبه للمخطئ المخطئ قبر الحين اي انا يعني ليش؟ فقال لا احنا ما نعاقبك احنا نعاقب ورثه ايش دراك عن ورثه؟ وانت سالت عن ورثه ما حد سال عن ورثه يعني وش دراك انه ورثه سائل ورثه اصول ورثه شنو؟ ما ادري يعني عموما حكم قضاء بالنهايه حكم بات غصب علينا عجبنا ما عجبنا عجبتنا تخريجته نسلم وندفع اللي علينا بس ونسلم. هذه ما تقودك الى ان في تشريعات ربما تحتاج الى التعديل تحتاج وانت تحتاج في إلى اللجنه التعديل. التشريعيه حاليا نعم بس هذا عندي مشكله وحرج يعني اخلاقي فيها وياك محامين هم يتبنونها خلي, خلي تبنونها النواب انا عندي اكثر من قضيه المشكله ان احنا فيها طرف يعني يا يعني اما انا والعائله فيها طرف ما اقدر انا اطرحها يعني ما اقدر اطرحها محرجه يعني فالمفروض أنه غير غيرنا يتبناها وهذه مو فقط انا صايره فيني كل واحد توفى هلا قاعد يشيلون عليه خاصه اذا كان كاتب او صاحب راي هذا يا هذه يعني شوف قانون المطبوعات سيء ومع الاسف اللي حطة شر من حطة؟ اللي, شرعوه وخنقونا كاعلاميين وصحفيين خنق نواب هشكو مع هشكو الاسف المرئي والمسموع خنقونا نواب طبعا الالكتروني خنقونا نواب يعني ويمكن الالكتروني عاد تواطؤ مع حكومه او لا بس بس احنا اللي نعرفه دائما الحكومه متواقه لي التقييد المجالس استواقلي الحرية لكن ما أدري شلون يعني أقرت قوانين أنا أعتقد أن لو تبحث بجدية هتجدها مناقضة للدستور لأنها تتوسع في منع الحريات ما تتوسع في الاتجاه الدستوري ما عندي شيء لذلك ما طاف علينا شهر فبراير 2017 يعني صار لي نائب شهرين إلا وقد تقدمت في كل القوانين المعدلة لذلك معدله سواء المرئي والمسموع الان وصلت يعني قدمت تبرئ الذمه وخلاص لا والله تسعى لها أخلصت خلصتها من التشريعيه وراحت لأنه صدق 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 وسائل الاعلام تنش والاعلاميين تنش. يعانون طبعا انزين وهذه كلها قوانين قمعيه يعني مع الاسف وضعها نواب في فتره ظنوا أنهم مخلدين على كراسيهم بالضبط فكان يبي يمنع الغير من انتقاده ودارت على الدوائر وصار هو هو برا ينطق فيها نعم 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 يعني شوف هذا قلت انا من قبل في مقابله ظنوا انهم يعني في ابراج مشيده ويعني أه تح وراء اسوار محصنه ما حد يطولهم وبالتالي حصنوا نفسهم زياده بهذه الاشواك والاسلاك الشائكه، تذكر انت كانت دعوات حتى الى حل مجلس الامه انها تجرم دعوه حل مجلس الامه اي اي وتقديس الدستور وعدم التكلم عن الدستور وعدم المطالبه بتغيير هذا هم نفس يعني الدستور يبيح الدعوه لتغييره لتنقيحه انفتشت حلجك على الدستور ممكن تعاقب تجرم تسجن كان. تحبس تشتم ما كانوا في وقتهم يعني ايه؟ متسيدين ساحه وظنوا ان لن يغلبوا وظنوا انهم لن يخرجوا من برا فلما خرجوا برا لقوا هذه الاسوار اللي صنعوها بايديهم طيب دوركم الحين طيب وين احنا الحين؟ انا دوركم. قدمنا وان شاء الله باذن الله يعني انا اعتقد الحريات من الاساسيات اللي لازم في حركه عليها يعني اللجنه التعليميه يعني مو لازم يكون قضايا شعبيه وفلوس ودغدغه للناس هذه قضيه شعبيه شنو هذه؟ العالم قاعد تقطط في ناس عمرها ما دخلت مخفر فجاه هم بنيابه على تغريده على ما ادري شنو حتى حتى موضوع التعدي على الدول الشقيقه والصديقه قاسية العقوبة دة الجرم واضح ولا ولا يمكن احد يقول لك انه خلها متاحه بس القاضي يحكم بما لديه من قاضي قانون ماتلومة. ما تلومه ما انت لما يكون واحد مشرع لك قانون عنده نفس اقصائي او نفس انتقامي ينعكس يعني هذا في قوانيننا ما له علاقه القاضي ما ي... تفحص قوانيننا ما المفروض تفحص مشروعيتها و... ودستوريتها لا ما عندنا اليه له... لهذا العمل لا يوجد يعني قصدك ان نعرض كل القوانين اللي طلعت من يعني مو واحد نايم حلمان ويقعد الصبح ببالة تعديل ويقدم التعديل وممكن يمشي ويقر هذا هو الحاصل هذا اللي قاعد تقول أنت الآن بتهكم هذا هو الحاصل وطول عمره كان حاصل اي بس تشريع قوانين ها ما يوجد لجنة أو جهة تراقب القانون بعد ما يصدر عندكم مستشارين يا رجل مصوتين على عدم خلو المقاعد أكبر فشلة في تاريخ الحياة الكويتية المادة 16 المادة اللائحة س... الان دايسين ببطن المادة 50 من اللائحة من القانون دست... الانتخابي ايه؟ 82 من الدستور واكثر مواد الجزاء مادتين ضربنا فيهم عرض الحائط المادة 2 من قانون الانتخاب ليش؟ وتعلقنا باستار المادة 16 الادنى يحكم الاعلى يصير لا يجوز ها؟ لا يجوز الان اترك كلامي انا ماني خبير دستوري ما اتينا فيه من تقارير واضح انه ما يجوز حقك كاشف في هذه القضايا ولا دست في فصل السلطات وتدخلت في تنفيذ وتطبيق حكم بس بس اللي اعرفه يعني ان ان تصويتكم شكلي على استمراريه عضويتهم لكن لو رجعوا الكويت تطبيق العقوبة ما راح ينتظر قرار من المجلس لا لا المفروض يعني من المطار يقبض عليه و... وينفذ العقاب خليني الى السجن خلينا اعطيك الحال فيكون عمليا زين اعطيك الحين حاله وتشوفها انت وشوف الورطه الدستوريه اللي دخلنا فيها صدر للاخوان ذيلا عفو خاص دخلوا الكويت ما عليهم عقوبه الحكم اذا هو. صدر يعني اذا صدر عفو خاص اذا صدر انت إيه؟ ت... يعني احنا اغبياء زين ايش حق تحجز كراسيهم؟ إيه. ليش؟ يعني انت كنواب الحين هالحمله هذه عشان احجز لك كرسيك ليش؟ يمكن ما بس كان... عشان افضيه طول اخر هذا إيه هذا لا ما تبي انتخابات تكميليه هي خطه هي خطه من خطوتين خطوه حجز لك كرسيك والثانيه يسعى لك بعفو فاذا سعيت لك بالعفو يبتوك كرسيك فاضي ينطرك اوقعتني الان في اكبر شرك دستوري راح ياتون نواب ظاهريا ما المفروض ان يكونوا موجودين في مجلس الامه عليهم حكم بات وجنايه تفوق ثلاث سنوات عقوبتها والان هم مشرعين مع فعلهم فما يسوون عقوبه موجود في مجلس الامه ان كرسيه محفوظ ولا صارت في انتخابات تكميليه شنو وضعه الان اذا صوت على اي قانون؟ وتخيل بعد ما كان صوتها مرجح الا يكون اي قانون راح نطلعه عرضه الى الطعن في المحكمه الدستوريه؟ فانا يعني الان املي كله بعد ما زال املي من 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 بعض الاخوان النواب اللي فاجئوني بموقفهم، فاجئوني مفاجاه صدمه حياتي كانت موقفهم في خلو المقاعد. يمكن توجيه يمكن توجيه، ولا لا اراها الا توجيه. اكو إيه؟ اسماء ما تخرج من 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 عباءه الحكومه يا رجل لا تخلينا نفضح إيه؟ الدنيا بس ايه. تو الامير يقول لنا لا تاخروا عن العبث نقوم نعبث على طول هذا ردنا عن الامير خاصه من بعض النواب انا اعرفهم واعرف قدراتهم على, على 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 التصعيد محدوده جدا شلون تذهب انت الى هذا الى هذا الامد خاصه أن لا عندك لا لا انت بدائره عليها ضغط من موضوع خلو إيه؟ المقاعد ولا عندك جماهير تضغط عليك شو وداك هناك شو وداك مع عدم خلو المقاعد شو ودك مع مناكفه امير وانت لا تجرؤ لا ما يناكف لا هو لا يعني كل من يقدم الان بعد كلام سمو الامير يعتبر مناكفه الان تنجح المناكفه وتفشل باذن الله كلها فاشله مناكفه للتوجيه وليس للامير او للتوجيه الاميري يعني نعم هو بالنهايه من اصدر هذا او من اوصى هذه التوصيه ما غير سمو الامير خلينا نسمي الامور بمسمياتها هم اللي يمسون بمقام قوانينكم سيئه قوانين ما نقدر نسمي قوانين من انتخبتموهم قبلي <applause> لا ما مالي علاقه انا <مالحلاقة. تصفيق> يعني يتصلح ما استطيع والان بس ابشركم يعني خلينا نعطي خبر زين مو كله بس تحلطم هذه القوانين الثلاثه مرئي مسموع الكتروني وصحف م. كلها الان التعديلات يعني احنا الحين استبدلنا موضوع انك لا انا قلت كلمه الحين على الهواء احنا وقلت كلمه خارجه اه واشتكى واحد انت تدفع اربع اضعاف ما ادفعك كقناه خطا على المعد وعلى المذيع وعلى ما ادري شنو يعني تكييفها هالقانوني فاذا حكم علي القاضي ب1000 يحكم عليك انت باربعه وانت اللي ما اذنبت لذلك الان التغيير ما له وكلاتي انت تسلمني ورقه فيها المحظورات والممنوعات ووقع عليها باستلام انا اتحدث في واحد اثنين ثلاثة اربعة هذه محظورات في القانون الكويتي كما هو وارد في القانون من غير تقييد الان اذا تعديتها مسؤولية القناة تقع في اعادة الخطأ في الاعاده مو على الهواء على الم... مباشره او على الهواء تتفاجئ فيه تتفاجئ فيه وساعات حتى قدره الانسان على التفاعل معه او او الرد يعني تختلف من واحد الى واحد ما يعني. اللي قاعد اقول لك يا العالم قاعد تنضرب وانا قاعد يعني اشوف حتى بعض البرامج اللي حتى تهاجمنا يعني مع ذلك اشفق على حالهم كل ساعه ميرغرينهم النيابه، اتكلم عن قانون عادل للجميع للكافه، وانت عليك ان كضعيف انك تنذر انا من موقعي كواحد في الحقل الاعلامي قريب ال سنه قاعد اقول لك ان احنا اليوم حرياتنا تراجعت كثيرا جدا 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 عن التسعينات. كيدا. الله يذكر ذيك الايام بالخير اي أيوة نعم ما اتفق معك من حيث طرف. الحريات والقدره على المناوره والقدره على الحركه وال هو شوف يعني هناك بعد وجهه نظر مو وجهه نظر هناك عامل اخر يجب ان ياخذ في عين الاعتبار هذه المساحه اللي فجاه غزت موبايلاتنا وهذا اللي مسمى بالفضاء الانترنت من تواصل اجتماعي وغيره اصبحت يعني بالاول ما كنت ترى الا في قنوات التلفزيون وفي الصحف والجرايد اي 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 مقاله تعتقد انها مثلا صاخبه أو أو هذا محدود الاماكن اللي يخرج منها هذا لا السوشيال ميديا طلعت لك بلاوي السوشيال ميديا يعني انا اعتقد كل واحد يبي فولورز ويبي فلوس ويبي هذا فقاموا يبدعون يعني انا, أنا اعتقد حوكمه هذا الفضاء اللي يمشي من غير نظام يجب ان تكون اولويه في فرنسا الان وهذا قانون مقدم من الرئيس الفرنسي وذهبوا للاخوه من اعضاء مجلس اعضاء اللجنه التشريعيه محمد الدلال وخالد الشطي راحوا الى فرنسا وشافوا هذا القانون هذا القانون ينظم على الاقل موضوع الاشاعات التي تثار هناك اعتقاد كامن عندهم أن كثير من الأحداث التي حدثت في أوروبا حتى في الانتخابات الأمريكية مردها كان لتأثير كبير من التواصل الاجتماعي طبيعي بل هناك تأكيدات لهم أن استخبارات دول كبيرة دخلت في هذا المجال حتى بالانتخابات قاعد تمنعني كوسائل إعلام أتعاطى مع الانتخابات في اليوم الأخير وتفتح والسوشيال ميديا هدد ما تنقضوا. اللي ما تنقضوا. اذا افتح لي افتحها لي. إن انا انا مسؤول افتحها لي يمكن انا لا, لا اكون أه لانك مسؤول اكثر ولأن ولانك إيه؟ عندك خبره اكثر ولانك انت محاسب اكثر فمن المفترض انه يسمح لك انت يعني بما ان ذاك ما اقدر اسيطر عليه على الاقل ترشد الخبر يعني والله كوسائل يعني اعلاميه عريقه ترشد الخبر ولها مصداقيتها لا تريد ان تخدشها وتقتل نتمنى أن نلقى <applause> ثمرة لهذه الجهود في أقرب وقت وخل نطلع فاصل ونغادر المحور الإعلامي اللي دش علينا فجأة هذا على بركة الله ابو نبيل يعتريني شعور ساعات ان انت تكره الاخوان تبغضهم الاخوان المسلمين اه يا كره وابغض النهج يعني مو الاشخاص مو الاشخاص لا لا ابدا ابدا هو دليل علاقاتي مع مع الاخوان يعني كلهم علاقاتي الشخصيه من من اروع ما يكون وبيها تبغى بهذه الطريقه بيوم من الايام كنت اخوان شيء اي مو اخوان يعني صغير على اني اني اني, اني اسمى اخوان بس كانوا يم بيتنا يعني المسجد اللي يقعدون فيه و كنت معاهم ورحنا رحلات و... اه يعني تروح المسايد ورحلات و... مسجد واحد اللي يمنا ايه مو مسايد اي ايه بس رحنا رحنا رحله الله يرحم الوالد كنت كان رافض اني اروح يعني اقول ايه لا رايح عمره ورايح هذا شلون تمنعني هذا زين قال لي قاعد اقول لك بتروح روح ماني راضي عنك اي زين يعني نشاتك اخوان نشأتي إخوان اخواني اي اي وصارت لي حادثه حقيقه ما يعني هناك في الـ الـ كنا اعتقد في المدينه المنوره وصلنا كله بالسياره جمسات وكل جمس إيه. لاسم لا ايش يسوي لك عمرو بن العاص آه. رضي الله عنه فلان صحابي رضي الله عنه أوجز لك سيد قطب اسمي لك واحد من الباصات ولا الجمسات سيد قطب آه فيدخل لك انت, انت, جمسك شنو كان؟ يدخلها ما ادري والله شنو يعملون العاص هذا اللي اذكره فاذكر انا ويا واحد من الله يذكره بالخير من عيال الخطيب ظاهر ما ياز لنا اللمه هذه وكنا متنعزين لان واحنا في واحده من الرحلات وصلنا الى مكتبه مكتبه كانت تذكرهم في المدينه المنوره الكتب كذي تنعرض يعني محلات يم بعض والكتب كلها عناوينها مكشوفه امامك مو كتب مسطره فالعناوين واضحه اي عمر كنتوا بعد الغزو يعني تكلم عمري 15 آه سنه بعد الغزو سنة بعد الغزو اوكي بعد الغزو 15 16 سنه كذي وهذه في فتره نشطه لهم كانت طبعا أي. طبعا طبعا فاذكر ان منعت من اني إن يعني انا اشتري كتاب ما اذكر عنوانه لكني منعتني هذا ما رقابه هذا الحين انا اعتقد لو اني ماخذ يعني بل... كتاب ومعروض للبيع في المدينه المنوره في المدينه المنوره و... لا تاخذه يعني ما لا تاخذه تهاوشت مع المشرف صارت بيني وبينك وقفه نفس فاحنا قعدنا يومين انا وحتى الله ما أذكر اللي كانوا وياي اسمه الاولي بس اذكر انه من عيال خطيب تنعزنا على على جنب يمكن على مدى يومين فوجئنا بان حيعطونا جائزه الاكثر مشاركه والافضل اه أنهم مشغلين. شافونا صادين فحبوا ايه. يقربوننا اكثر يعني هذه زادتني يعني زادتني كر فيهم انا قاعد صار لي يومين ما اسوي شيء اقعد في اخر هذا بالرحلات ولا اعتبرها تزوير يعني تزييد ما سوينا شيء الشباب الاخرين يشاركون بنصب بس حاولوا شافوا إن في خطوره استمراريتكم ايه. احتمال ما تكون مؤكده و يعني في عندي هذه التجربه البسيطه ثم المشاهدات مع إنزين. مع, الكبر عدم حبك لمنهج الاخوان ينعكس على مبارك الدويله جنرال حدث لا ما لي علاقه بشخصه انا ولا لي علاقه فيه لان فخصة. هم انا اشوف عندك مشكله والله يرحمه كان عنده مشكله مع مع نهجه فيعني مع آه مو وراثة الموضوع او ما اخذ صفه شخصيه وراثه فكريه وراثه قناعه أي قناعة ما تغيرت أنا ما زال متقلب أنا في نظري ما زال يقلب على بطنه وظهره وما زال يدافع عن أمور كان يهاجمها في السابق ما دافع يعني الان عن ترى الانسان يغير فكره حسب قول الظروف غيرت يعني قول لي غيرت يعني الجمود ما هو مستحب يعني خالد قول لي غيرت انت توك تقول كنت اخوان و والله لا لا كان اخوان مسلمين والله العظيم احمد نبيل الفضل كان اخوان يعني مسلمين, يعني مسلمين يا جماعه كاو 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 وين كنت لا <applause> 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 ابو <لا تصفيق> <applause> خالد ابو <applause> <applause> خالد مو كذي الموضوع لا يوجد عداء شخصي يعني لك انت بن مبارك دويله اسال من ينتمي لحدث من داخل المجلس العلاقه الشخصيه لا امسها من قريب او من بعيد ويوم من الايام اخطيت وقلت كل خا اخوانشي خاين او بهذا هذا واعتذرت لاني ما ابي انا ما ابي الخلاف يكون شخصي وهذا بالنسبه لأ حق مبارك دويلا ما لي علاقه معه هو الاخ صرح لما انا لما صارت غرقة الغرقة الأخيرة وصرح بي صرح بأن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وعندما يدل على ذلك وأنه أوصى توصيات لم تؤخذ فيها وين الكلام؟ فسالت اسئله عن الـ عن عن دار مكتبه وما عن مكتبه وكذا يعني عن نطاق الاشراف ماله هل ادعاه ما صحيح وفاجئ وفا فيه انه حاطين يعني اذا ما جاوبتك الوزيره انا عندي الجواب وأنا اقول حياك الله انا ملتزم مع الوزيره بالمدد اللائحيه اذا تقدر تجيب لي المعلومات قبل كان افضل مستعد التعاون وياك اقعد معاه تسمع منه بالعكس ما عندي اي مشكله يجز لي اوراقه هو اسئله ست اسئله انا سالها يدعي ان عنده الاجابات بالكامل جزاه الله خير خليه دز فاما يكون هو بريء وانا اشهد له في براءته اذا كنت يعني اعد خصم لفكره انا اشهد في براءته ما عندي اي مشكله بذلك اذا كان بريء واحمله ان كان بريء خلي خلي يعطيني ولا انتظر الوزيره انا طول هذه المده على طاري الاعتذار تقول لما وصفت كل الاخوان بصفه معينه اعتذرت ساعه واحنا قاعدين بالفاصل جبت لي طاري اعتذار ثاني ودك اي والله انا و... على الهوى يعني اي ودي اقدمه على الهواء انا حقيقه تاثرت امس ب... بفيديو شفته للاخ محمد العنزي اللي و... اللي قبض عليه اللي تهم... بتهمه نعم محاوله اغتيال اي نعم وسبق واتمنى انه يشاهدني يعني انا ما اعرف الرجل ولا اعرف اسرته الكريمه ولا اعرف شيء محمد العنزي وحاولت أيه؟ قدر الامكان اني يعني احصل رقمه واعتقد الان وانا قاعد قاعدين بالحلقه يعني بلغت ان ارقام, أرقام ارقامه وارقامه هل وصلت فانا راح احاول اتواصل معه بس خلينا نستغل الفرصه ما دام ما قدرت اكلمه قبل اني اعتذر على الهواء انا غردت تغريده فيها مهاجمه مو له شخصيا ما عليه لكن مهاجمه للموقف م الان م اذا مص اذا صح كلام الرجل ان هذا الرجل ظلم وقعد 25 يوم في السجن على على تهم باطله وانه وانه لا راح لداعش ولا استفتى داعش وبعدين يعني حقيقه انا يعني ما ودي استعجل لكن انا وقع لدي حاله من التصديق لحالته يعني لا شكله يوحي ابو خالد إنه داعش ولا ولا انا يعني اتمنى يا انت ميال لتصديق ما قاله ميال الى الى تصديق ما قاله وتبرئه النيابه قد تكون كذلك بعد يعني دليل اخر انه 25 يوم الولد يحقق معاه، فانا ابي اعتذر منه واعتذر من اسرته الكريمه عليه هجوم يعني الانسان خطا ويعني خير الخطائين التوابين، انا اتراجع الله خير عن كل ما قلت دل... والان يعني قلت حق الاخوان يسحبون هذه التغريده اللي كانت تهاجم ما حدث ثم يجب أن نفتح التحقيق من من اللي ورط هذا الولد هالتوريطه؟ نعم من اللي خلاه ياخذ 25 يوم؟ تدري ايش قاعد يصير في هذه التصرفات؟ اللي قاعد تبني انت قاعد تبني شخص حاقد على النظام، حاقد على الدوله، حاقد على الكويتي الاخر اللي عاش معه وربما معه ثم وجده ياخذ كل مستحقاته من الدوله من وظيفه، من زواج، من قروض، من اعانات وهو قاعد ما يقدر يبيع له بطيختين على دوار وقد يكون حالته التعليميه افضل، تجد فيهم ناس لا عندهم سجل سيء لا عنده أي اشتراك مع دولة أخرى لا في نسب ولا في تعاون ولا أي شيء ونجد وضع وضعهم بهذه الطريقه، انا اعتقد هذه عقوبتها تعم على اهل الكويت كلهم وخاصه احنا كنواب، انا الان رايت مظلمه امامي. انا تقدمت باقتراح احل هذه المشكله وباعتقادي انا اقول لك شنو المشكلة اقتراح لحل مشكله البدون البدون وكل اصحاب الرغبات. زوجة كويتية بنت كويتي أبناء كويتية زوجة كويتي أصحاب الرغبات طيب. والبدون بكاملهم ترى 60 مش... خمسين سنه مو عارفين يحلون هالرابع ما, 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 ما يخالفون يخالف والرياضه صار لها 10 سنين ما حد قدر يحلها وحليناها ما عليك ومجالس ادارات كانت قاعده قابعه على على هذه الاماكن حق ربعك الاخوان مع الاخوان ما حد كان يظن انها تزال كنت <applause> وزلناها يعني الان الامور تحركت في بعضها نفشل <تصفيق> <تصفيق> وبعضها ما نفشل ربعي والله أت اتمنى ده اتمنى يعني, يعني ضيعتني والله ما ادري لا بيضل. على موضوع البدون شلون بنحلها شنو هذه الفكره الفكره ان احنا يا عندي كويتي يا غير كويتي وهذه حاله في كثير من الدول حلتها طيب. فبالنص اكو تلاقي اقامات دائمه بالنص اكو تلاقي جرين كاردز أه أه وغيره جرين كارد يقدر يسافر ويروح ويفي اه انا شنو اللي تقدمت فيه الان الاقتراح وقدمته للع للع للعم صالح الفضاله حتى يعني يعطيني رايه كون انا دخلت الجهاز المركزي كذلك كجزء من هذه المنظومه شنو الفكره الفكره اني يعني انا انتهي انتهاء كامل تصرف بطاقات وسميناها يعني تيمون بفنيلة الأزرق سميناها بلو كارد يعني ما نقول جرين كارد مي. تمنح لك الضمانات الأساسية كلها الإنسانية من تطبيب من من توثيق من 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 غيره هوية يعني تنقل هذه هوية الان قاعد تصرف كل ثلاثة اشهر كل ستة اشهر الناس قاعد تعاني من من وراها انما هذه لك حق انك تسافر يصرف على اساسها جواز تنتهي عندي سالفه بدون انت حامل بطاقة فيصرف له بموجبها جواز كويتي ويصرف له بموجبها جواز كويتي ماده 17 مثل ما الان يحصل مثل ما يحصل مثل ما يحصل, حالي يحصل حالي انا نعم اريد ترتيبها ما ابي اخليها تكون على الحاله انما هي كرت يعطيك حقوق كامله نفس الشيء بالنسبة حق الرغبات إنما أبناء الكويتية تعرفهم أقرب للكويتية فتكون عندهم مثلا ميزات أكبر من بعض المعونات اللي تقدمها الحكومة مه هنا وهناك لكن الكل يشترك في شيء واحد طيب استنفرت جهود النواب معك لتحريك هذا الأمر يعني الحين أنا أعتقد بعد زيادة هذه المظالم شوف النواب يحتاجون مثل اي بشر عادي يحتاجون الى قضيه تحرك مشاعرهم حتى يعتقدون ان ما تقدم لهم اولويه قضية محمد العنزي ممكن تكون آه انا اعتقد ان لازم نستغلها غير احسن شيء ممكن نرد اعتذارنا لاخ محمد العنزي ان كان مظلوما هو كل المظالم الاخرين من بدون هو أن نعطيهم شيء من هذا النوع ما نقعد نلطم وهذا نعطيهم حل تشريعي هذا سبب وجودنا في هذا المجلس لذلك انا يعني اعتقد اذا كان اذا كان في هناك تاييد من الحكومه على هذا المشروع راح يحل لنا مشكله ازليه. واي كل المشاكل مسيرها تنحل يعني. قعدت مع اللجنه المركزيه بخصوص الحلول المطروحه إيه قدمتها بنفسي لل صالح الفضاله رحت بنفسي لي اول مره بحياتي ادخلهم بقصر أي. نايف ضيعت أي. المصفط اربع مرات <applause> <applause> وصلت لهم وعطيته وتقبل الاقتراح مشكورا على اساس انه يرجع لي بالملاحظات، انا اعتقد الان وقت الدفع فيه إذا ما ما رجعت لك الملاحظات لا، لا، عليها؟ من قريب يعني ترى الموضوع شويه صعب يعني انت بالنهايه تجد الاقتراح ما يتجاوزها ثلاثة ورقات بس هذا الثلاث ورقات طبعًا لخصت أه من 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 ما ادري ايوه هتخص حياه يعني عشرات الالاف من البشر يعني ما في شك ما في شك انا اهم شيء لازم نحن نعي السايكولوجيه اللي اللي ال ال يعاني منها البدون الان هذا البدون اللي ترى الان ما هو البدون اللي تو اللي تو او حتى خلينا نقول اللي ما هو بدون وقض جوازه هذا الجيل الثالث ان لم يكن الرابع مما يعني, مما يعني ان هذا الجيل لا يشعر بالامتنان للدوله اللي تعرف انه هو والله فلان سوري ولا فلان عراقي ولا فلان سعودي وقط جوازه واحنا متساهلين هذا يشعر بان الدوله تعلم ومتفضله عليه فساكت ولا يعني يطالب مطالبات كبيره حتى بس يستر على وضعه جاءت جاءوا الابناء مشوا على سلك الاباء لما جاءوا الاحفاد لم يعود يشعر بهذا الشعور اصلا هو ما يمكن انقطع انقطعت صلته اصلا انقطعت انقطعت هذه المشاعر من 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 يعني مم البقاء تحت يعني الساس تحت الساس وانك ما فهذا يجد نفسه قاعد دارس مع كويتي طالع قد يكون متفوق اكثر منه حياته كلها سليمه واخر شيء بيبي يصير دكتور مو قادر يبي امس يسولفون لي عن دكتور من البدون يبحث عن واسطه ينتقل الى المستشفى العسكري، ليش؟ لان راتبه بالمستشفى العادي 400 دينار، في طبيب ياخذ 400 دينار. مندوب ياخذ 450 و500 دينار. وهذا فرحان فيها ترى يعني. إيه هو يعني. اي وعنده امل ينتقل المستشفى العسكري يتحسن وضعه شوي. زين ما عليه يعني مم. يعني يعني اذا كانت هذه القيمه وانت عندك في القانون مع انه ممكن يوفرون لك طاقه عمل كبيره في البلد انا اقول لا تورط في التجنيس، انا مما وقع على وقف 15 سنه كامله ما نجنس ما تبي تجنيس ما ابي تجنيس ابي انطلق الملف التجنيس مو حل أه ما هو حل واحنا عندنا في اي قانون اصلا بس بالكويت اي قانون اي واحد تبي تجنس غير المسلم انت؟ لا اعوذ بالله انا اجنس غير شلون؟ ولا ابي اجنس لا مسلم ولا غير مسلم، انما هذا قانون قائم 59 مرسوم اميري قائم وموجود وش حلوة متناسق مع الدستور متناسق مع هوية الكويت التسامحية يا كلمة الديني بالثين <applause> وثمانين أضاف فقرة لم تكن موجودة أضاف الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لمرسوم تسعة وخمسين وقال يجب أن يكون مسلما بالميلاد أو أن يكون قد أسلم ومرت على مر على إسلامه خمس سنين أتعراقبها هذه <applause> ثم لا يكون قد ارتد أو عمل شيء يوشي بأنه مرتد مثلا يعني خلينا نفترض واحد عايش بالجنسيه الكويتيه ياها الحين كريسمس ميري كريسمس للجميع عموما يعني اه ميري كريسمس نعم ولهم محمد هايف وحطيت الشارة عيد ميلاد في بيتي انا ممكن اعتبرها هذا مؤشر مؤشر ضده ماذا يترتب عليه تسحب جنسيتك وكل من خذاها معك في الطريقه تبعي شنو هذا <applause> شنو هذا ف يعني هذا يعني تشويه مع ان تم تجنيس كويتيين في وقت سابق على هذا القانون وكلهم وقت قبل من 82 اي غير مسلمين وعايشين حياتهم عندنا كويتيين بالتاسيس يعني ما يعني هم مسلمين ما ما انا ما في ما اريد ان تنزع هويه الكويت ويشوهونها هؤلاء ويصورون لك ان الكويت هي هكذا محكوره على الفئتين فئتين السنه والشيعه حتى يعني بعضهم يقول بتلاشنا فيهم بس يلا خش نسوي ما اقدر اوديهم مكان ولا الود وده تكون محكوره على 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 طائفه ثم اذا خلصت من الطائفه محكوره على عوائل معينه من هذه الطائفه لين تصير بروحك وهذا الفكر الفكر المتطرف والفكر الاقصائي بالنهايه انت الان تحارب مع مع طائفتك ضد الطوائف الاخرى متى ما خلصت ستتفرغ للتفرعات الداخليه في الطائفة اي فالاقصائيه يعني ستستمر يعني تتفاقم تتفاقم. تتفاقم اي لن تبقى هي إيه الفرقه الناجيه الوحيده 14 نفر. هذا اللي بيصير بالنهايه. وهذه شفناها احنا في شواهد موجوده على ايامنا مو بالسابق. الفرقه الناجيه بالمفهوم بالمفهوم يعني العنصري مو بالمفهوم الديني. ما هو اقصائي. وخر على المفهوم الديني. اوكي. ماني موخر <applause> هو هو السبب هو الاصل البعد. إيه والجفاء هو جفاء ديني معتقدي ما هو جفاء لسلوكك يا ريت لسلوكك يا ريتني انا ما احب الفئه الفلانيه لانها الفئه الفلانيه يغلب على اهلها انهم حراميه او انهم كاذبين قريت مقال الاستاذ عبد الله بشاره اقرا مقالاته باستمرار اي واحد مقالاته مؤخرا كتب على موضوع الجنسيه هو الاستاذ احمد الصراف نعم نعم ووبارلاه مقالات يرا يا جماعه خل وسمى القانون مال 81 او 82 القانون النحيس كذي اختارها المفرده بل الآن احنا نذهب الى ابعد من ذلك احنا ايه؟ يعني نعتقد هذا القانون هو الاساس لكل القوانين والقرارات الاخرى التي خرجت بعد هذا التاريخ كان فيها تزمت وتقييد لحريات الناس كان هذا الاساس مم مم حرمان الكويت واستبدال المواطنه وجعلها امر ديني بدل ما تكون رابطه قانونيه ورابطه حقوق وواجبات م. وجعلها رابطه دينيه عقديه هذه أي. المشكله هذه المشكله الاساسيه اللي بنبعدها بعدها صار هين عليك جدا انك تمنع كل الاطراف ولا تزو ولا توثق مثلا للبهائيين ليش ما توثق للبهائيين؟ <applause> اكو ماده في 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 القانون للبهائيين بروحها بس معترضه أنت قدمت انا والاخ خالد الشرطي التعديل عليها يحنون علي يبون يطلعون <applause> فاصل ليش يطلعون فاصل؟ اذبحوني خلنا نطلع فاصل ونرد عند البهائيه، البهائيه ابي فيها صحه صحه ونبيل اسلام. وقفنا عند البهائيه أي. اي البهائيه ما يوثقون لهم زواجهم ليش ما ادري لدروز ايضا ما يوثقون لهم ما هذا اللي رايته انا بالبهائيين فقط الماده لدق... اعتقد رقمها 29 اي لا لا, لا لا توثق عقود البهائيين بس كذي <applause> جملة طيب تراي لا تزود شو يسوي؟ ما أدري وين ما أدري وين وثقونها ظهري وثقونها برا ما أدري شو وفي بهائيين كويتيين في عائلتين ثلاثة أنا يعني قابلت ناس وفي منهم. مقيمين بالكويت أي. شوف أنا ما يعني الحين المستفيدين مو الهدف الهدف صورة الكويت أمام العالم أنا م. بلد يقوم بدور إنساني عالمي على مستوى القارات كلها وأميري ولقبه هو أمير الإنسانية وقائد العمل الإنساني ثم يجد ويستخر امام العالم ان انا دوله ديمقراطيه ودستور وحريات والكلام اللي الاستهلاكي واخر شيء الاقي بالقانون ما يخالف ماده 29 الصريحه بعدم بتساوي الناس باعراقهم باجناسهم بالوانهم ويقانون قانون مسخ مثل هذا النوع. اذكر لما فتح المجال للطعن في المحكمه الدستوريه للافراد وهذه من حسنات مجلس 2013 م. تقدم الله يرحمه الوالد بالطعن على هذا القانون، قانون الماده, المادة 4 م. من القانون من مرسوم 59 التجنيس غير الكويتي فرفض الطعن لأنه لا يوجد لا يوجد مصلحه مصلحه انت من انت مسيحي ليش تطعن؟ مع ان المصلحه انت مسلم اي اي اي. هم يرون يعني هذه فهم هم يبون هم. صاحب المصلحه الحقيقيه المباشره ذهبنا لاصحاب المصلحه <applause> وإذا باصحاب المصلحه مرتعبين إيه قال يا عمي انا صدقت على الله الكنيستين حصلتهم بالزور خلني ما خلني قاض برضي ما بيدخل ادخل انا اتهاوش <applause> مع لا هايف ولا طب طبائي وتدخلني انت بلويه مع واحد اللي بيهدم الكنايس او, أو, 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 أو مع هالناس خلنا الحين ماسكين احنا طائفتنا فما حبوا حتى انهم يرفعون قضيه ترى هذا مو زين هذا دليل على ان احنا ما ندعيه من ديمقراطيه وحريه على ارض الواقع غير ممارس في خوف في رعب في تكالب من ادارات الدوله والامنيه خاصه على انهم ينصاعون للتيار الديني ويلبون طلباته بشكل غريب قهاوي قاعد تسكر ايه ندوات ثقافيه قاعد يدخلون لها رجال امن ويسكرونها ايه احتفالات وعروض موسيقيه وعروض فكاهيه يلغونها شيء مؤسف الانبطاح التام لهذه الادارات انتم ادارات دوله انتم تحفظون وجه الكويت انصياعكم للتيار الديني بهذه الطريقه امر يؤسف له انتم الان انتم الركائز اللي تطبقون القانون، انتم اللي تطبقون القانون، هذا القانون كله حبر على ورقه اللي طلع بمجلس الامه لما تطبقه انت. يطجزون مباحث على على واحد يبي يبطل له قهوه لا ترسم على الويوه، واحد يبي له ممثل فكاهي ثلاث عروض بيروح يعرضها بجده والرياض ومنطقه اخرى في 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 السعوديه. بس احنا غير. والرابع أبي الكويت يسمح له هناك ويمنع هني. يسمح له في السعوديه ويمنع بالكويت. نعم ومنع. للأسف تسأل شهر 11 آخر 11 كان المفروض انه يكون يعني تبي الصراحه شلون طيب الحين هذا في غياب اللي كنتوا تسمونهم عناصر تاذيه من قال من قال؟ ها من قال يوم جماعه الربيع العربي والجماعه من قايلة من 2013 الجماعه في اسطنبول يعني ما ما له طيبه قاعدين اللي في اسطنبول مو كلهم على دع انا أتكلم عن التيار الديني ما زال موجود وموجود في مجلس الامه شو حدث شنو؟ لحسوا كل كلامهم والفتات اللي كانوا ما يلتفتون للحسوا لحس لقطوه من الارض اللي يسولف عنه الحربش يقول لا, ايه لا يرمى لنا الفتات من لا يرمى الفتات؟ الحسوا من القاع لحس الفتات على اللحس الفتات <applause> هو اللي جاب انا شوف هو اللي قال شوف شوف ابو خالد انا ما اخطا واجيب كلام ادعي فيه على الناس هذا كلامه قال لا نقبل بالفتات سمى هذا المجلس فتات قالوا يعيدون عشرين مره اقسم بالله ما دخله وحنث في قسمه وضربه بالطوفه ودخل ودخل الحين وين الكلام المخطئ اللي قلته انا حتى تقول لي محشومين، انا ما احب كلمة محشومين، لأنها وايد تستخدم في في موضع خاطئ، انا ما سبيت عشان تقول لي محشومين. كلمة وردت اليه. اخاف من تبعات القانون اللي ما هذه ما الومك عليها. هذه ما الومك عليها. انا عقدني قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر ما والالكتروني. ما الومك فيها، ما الومك فيها، انما يننا. انما هذه التيارات موجودة وما راحت. ولما رجعت بعد مقاطعة مبروكة كانت هذه المقاطعة. كان وضعنا من 2013 الى 2016 من اجمل ما يكون ما كنا نعاني من هذه التصرفات طيب الحين شو اللي صار الان يوزون حتى واحد مسوي حفله ببيته يوزون المباحث عليه يا سلام والله يكون وحده يعني مواطنه اتصلت عليه ولدها عمره تسع سنين وسوت في بيتها هالوين بارتي و... لا يكون بالجعفريه اعتقد في الجعفريه اي قبل سنتين يمكن سحط علقت هياكل عظميه عشان تسوي ثيم حق ولدها الصغير ومحافير سود اذكر انا شايف البيت فاي المباحث هذه <applause> عبده شيطان <applause> شيطان اللي يركب اللي يوزكم <applause> والضابط العود اللي, اللي سمح لنفسه يتقبل هذا الامر احنا يعني هذه المشكله احنا ما نريد لرجل الامن ان يتدخل في الحياه المدنيه هذا بدايه الخراب انت مو شغلك انت ترى قانون يعني انت نائب في البرلمان وقول لهم شو احنا اكثر واحد على البوديوم متوانا صرخ يعني شمون يستجوب وزير الداخليه حاضر تكملوا في هذا المنحة ووزير الداخلية على المنصة تبون نحطكم ونحط أساميكم أنتوا يا أنا قاعد أبدي روح التعاون ووصل مسجات أنت ما تشوفها ولا تقراها والناس ما تقراها لكن إذا لم يستجاب لي شو قاعد أنادي فيه أنا انا قاعد انادي فيما هو موجود ومنصوص عليه في الدستور حريات العالم ما حد يمسها ولا حد يقدرها ما هو يا رجل محمد هايف مقدم اقتراح موقع عليه للاسف مجموعه من النواب بالبابطين وغيره يبون لجنه تشريع شرعيه اي <applause> والله راح تنصدم لجنه شرعيه علشان تقدر الوحده ولا الواحد اللي بيسوي عمل تجميل جائزه شرعا ولا غير جائزه لا 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 لا, لا, لا تبي تدفخ شفايفك اشوف لا ما تحتاج انا خشمي شوي خشمك يجوز في يجوز إيه. شرعا كذي تقعد لك إيه. لجنه تقدم الطلب تنطر ثلاثة اشهر اخذ من لجنتكم اي إيه. لان الاخ محمد و هاي وعقب اللجنه روح عاد لجنه صحيه نعم نعم نعم, إيه. هذا النوع من طيب قاعد طيب. طيب. مجلس الامه قاعد يغرقنا بقوانين وروتين مقرف الدوله اليوم شوف اي واحد يقول لك حكومه الكترونيه كذاب ألف مره <applause> انا اعرف مناديبنا اللي يخلصون شغلنا ايه؟ يقول لي الكمبيوتر زاد مشاكلنا طبعا ايه؟ وزاد كميه الورق اللي نستهلكه وما استفدنا شيء انت من صدقك قاعدين نلف بدوامه لا 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 اسمع يعني اول شيء انا سعيد جدا يعني ان احنا اسرى ايه؟ للروتين والحكومه وال, وال اول شيء انا سعيد انك انت الحين تقمص دور ال ال زين <applause> دور الضيف يلا <وملا تصفيق> جاوب بحرقه والله تصريفات الاقدار لان لو كنت اردت العداله كان المفروض انت تكون في مكاني وانت النائب بما عندك من خبره وعندك رؤيه كامله لهذه الامور انما هذه الاقدار المفروض انا اكون مكانك وانا اسالك يا, <applause> يا ابو خالد لكن كلامك مليون بالميه سليم يعني قاعد نغرق في هذه الامور اللي ما منها طائل وانا والله ودي يعني يعني اخلي العالم شويه على اطلاع ان ان هذا الموضوع اللي او هذه الامور اللي قاعد تصير وهذه القوانين اللي قاعد تصير لا يمكن ان تطبق يا جماعه اذا تطبق ما حد اذا طبقت نظام الكتروني تقدم انت معاملتك والمعامله تتم بشكل ممكن يعني ها وتاتيك معاملتك ما حد قبض خمس دنانير ولا عشر دنانير حق نسخه ولا ولا دفعت رشوه ولا اضطريت تكلم نائب عشان يكلم المسؤول يخلص معامله اصلا شرعيه تخرب نظام كامل انت شنو مكننا ما مكننا ما, كنا ما, ما, كنا ما, ما تصير انا ما اعتقد فيها ما اعتقد يعني ان ان من ال بالامكان انك تسوي حل تكنولوجي وهناك بؤر للفساد في ال في الوزارات الخدميه اللي فيها معاملات ومصالح الناس انا اقرا بيانات مجلس وزراء اضحك كلنا نضحك يعني على بعضها مو كلها يعني لا اقصد الجوانب الخدميه والحكومه الالكترونيه وتطوير الاداء ومش عارف شنو السوالف اللي قصون علينا فيها. انزين عندنا محور مهم نبي نلحق ما بقى من دقائق. من قواعدك الانتخابيه؟ ما اعرف. ما اعرف يعني ابوك فيه؟ الله يرحمه يمكن اول واحد ينزل انتخابات بدون مقر. اي وانا ثاني واحد. وانت قاعد تكمل بغرابه كذي نفسه ما ما ادري ايش سالفتكم عندكم خرزه مشيتها معاكم والله ولا شنو؟ بادل الناس بصدق وبادلونا بصدق انزين اللي يقال ان قاعدتك الانتخابيه شيعيه في الغالب هي. هذا عندك وسائل استقراء صحيح ما عندي لكن اعلم ان جزء كبير من الشيعه يعطوني وهذا النوع من الشيعة والسنة اللي يعطوني غير الباقين ما تقدر حتى يكرهونك تسميهم شيعة ولا تسميهم سنة هذين الدواوين اللي تجي تلاقيها مختلطة فيها العيمي وفيها النيدي وفيها من أصول عراقية هذا النوع من الدواوين اللي تعطيني هذا اصلا عايشين ورابين مع بعض مثلي انا يعني ما نشعر بتفرقه وهذه الحاله اللي المفروض انها لا هذه المفروض تكون سليمة بس يعني بس هي مو صحيح، احنا بنعيش في كنتونات، نعيش في م. مناطق سنيه بحته، مناطق شيعيه بحته، مناطق قبليه بحته وعلى قبيله يعني، المنطقه هذه الدوله لعبت دور في, في هذا صح؟ هذا غلط الدوله لعبت دور والدوله لعبت دور يعني وزعتنا دارك. مو بس سنه وشيعه، وزعتنا حتى كقبائل نعم داخلية يعني مطير بمنطقه، العوازب بمنطقه، م. الرشايده بمنطقه، الشيعه بمنطقه يعني لذلك من يوم ما هو عبث هذا انا ما اظن صار صدفه لا ما ما ما, ما اعتقد إيه؟ وانا اعتقد الان اي ابن قبيله او أي ابن مذهب معين يربي في في فريج ما يشوف الا اللي يشابهونه. اي لا يرى عادات اخرى لا يرى ناس يصلي وراء مثلا اذا هو سني وراء بربع ساعه فاذا كبر دخل مجال العمل سيجد هذه الامور اللي ما هو متعود عليها لا بفريجه ولا بعد سيستنكرها ابو نبيل الوقت داهمنا عندك موقف من اعاده تاهيل المدانين في ارهاب ما ارهاب هل ترفض اعاده تاهيل المدانين في خليه العبدلي ايضا؟ ولا كل... الك... لحظه طول بالك قاعد اسال خل فكره اعاده التاهيل هذه جيده ما فيها روح تعال من يعترض عليها السؤال من يؤهل؟ هل انت آه. انت انت الحين تثق في كوادر وزاره الاوقاف بينها تستطيع انها تعمل كورسات ما انا قاعد اقول لك قلتها من زمان وزاره الاوقاف ينضح منها الفكر الداعشي داعشي نعم 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 يا رجل مو قاعده على الاقل تذكر انت في ما حدث في سوريا كم <applause> واحد وواحد من ائمه مساجد صغار في السن طلعوا يجمعون فلوس لسوريا ويحث ويحثون على الجهاد وعلى الاستشهاد واللي جمع له 15 مليون دولار واللي يجمع جمع له 12 الف قازي واللي طيب هذين كلهم من تراهم الان بشع كلهم ائمه مساجد لهم علاقه بالاوقاف هذه الاوقاف وهذه اللي اخرجت اللي, اللي, تخرج لنا من من يعني ائمه ولا غيره او دعاة الان يعني هذه نفسها اريد ان أعتمنها على واحد امن انه سيدخل الجنه لو انه يعني تحزم بحزاب ناسف وفجر, وفجر عمره باطفال احنا هذا شلون انا أعتمن هؤلاء ان يغسلون مخ هذا ويردون الى الصواب وليش ما يكون هذا يتعاطى معهم كتقية إلى أن يخرج ويروح لأقرب مسجد وأقرب حسيني ويفجر نفسه هو آمن أن هذه الحياة ما تصلح وأنه لازم يموت فأنت الحين الدخلة مرة ثانية عليه في المجتمع بضمانة أن حضرتك أنت قادر على مسح كل ما هو في 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 في, في دماغه ما يجوز طيب اللي سالت سؤال برلماني الحين انا ايه؟ سالت اعطوني بالبرامج اعطوني السوابق انت الحين بتسوي مال الجزيره هل بتسوي حق العبدلي سؤال وين رايح؟ انت وين رايح؟ وليش قاعد تصر على هذه العناصر تدخلها مره ثانيه في المجتمع؟ الا اذا يتوثبت لي من خلال جوابك العلمي الرصين انك انت قادر على عمل هذا الشيء وقدرت سويته من قبل وعندك اكثر من شخص الان ممتزجين في المجتمع ولا عندهم ولا مشكله يمكن الواحد يطمئن ويكون تحت الرقابه يعني بعد يترك هكذا فانت موضوع اعاده التاهيل ان كان على خليه العبدلي ان كان على خلايا داعش لا 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 اعاده ما عندي مشكله فيه ما عندك مشكله من يؤهل من هو الذي يؤهل طبعا للأخ... الاخ عمادي عليك مليون علامه استفهام يا اخوي تدبي انا اعتمد عليك انت تاهل وكيل وزاره أقا... مع كامل الاحترام مخرجات الوزارة أداء الوزارة ما هو جيد آه فأنت مس... من حيث مسؤوليته عن <applause> نعم. الوزارة وأدائها أنت تشوف أنه واحد سوالك عليا الوزاره كلها غير واحد لك عملية خرب الدورة. جسمك كله وعفس اللي كله. تاهيل مو المفروض اساتذه علم نفس يمكن يجوز يجوز بعرف عن التجربه هذه يعني أي. ستقودنا الى ماذا؟ لانك انت اذا ما نجحت فيها اللي قاعد تسوي بالضبط قنابل موقوته قاعد تقطها بالمجتمع زين انا اللي طالبه منك ترتب لنا جلسه اعاده تاهيل انا وانت <applause> زين مع وزاره الاوقاف او علشان ما يرفعوا القضية يعني. علينا او <applause> لا لان الوقت خلص داهمنا أه اللقاء معك مشى اسرع وايد مما ظنيت أه ان شاء الله ان شاء الله عندنا وايد اشياء ان شاء الله جيدة هذه ان شاء الله تكون يعني اي لا لا, <applause> لا جميل جدا يعني حيوي <applause> و... ومتحدث و... الله يحفظك وانا الله سعيد اني إن بيوم من الايام بعد ما كنا نقعد على القهوة مع ابوك الله يرحمه ها رحمه الله عليه الله يرحمه اشوفك اليوم نائب واتمنى لك التوفيق الله يحفظك والسداد يطول لي عمرك مشكور ولا نستغني عن تعليماتكم لا الله يحفظك وكنت يوم من الايام اقعد انا في مكتبك انا اللي اسالك وانت تجاوبني الان <applause> دارت الايام لازم وتسالني <applause> فانا اشعر بحرج لهذه العلاقه الخاصه والله يوفقك يا ابو خالد الله يسلمك يعني ويوفقك فرحان لك وتعرف دعم الوالد لان تخرج نعرف طاقتك ونعرف قدرتك وقدرتك الرائعه في كتابه المقالات الله انت اللي بس بخيل ومجل. مزاجي مو مزاجي 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 الله يوفقك <applause> 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 مشكور نبيل مشكور, مشكور نائب يحملك. أحمد نبيل الفضل شكرا لكم. ونشوفكم إن شاء الله على خير حياكم